صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه نائب جلاله الملك ولي العهد حفظه الله مرسوم رقم 90 لسنه 2024 بتحديد الوزير المسؤول امام السلطه التشريعيه عن شركه ممتلكات البحرين القابضه وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقه مجلس الوزراء جاء فيه يكون وزير شؤون مجلس الوزراء هو الوزير المسؤول امام السلطه التشريعيه بمجلسيها عن شركه ممتلكات البحرين القابضه بدلا من وزير المواصلات والاتصالات